شاغلار ارطغرل في أحدث ظهور له مع حبيبته تحدث عن مسلسل العشق الفاخر. مسلسلنا هذه السنة قد ربح الكثير من الجوائز. لدينا حفل الفراشة الذهبية وأتمنى أن يحصل على جائزة أيضا هناك اليوم، وقد أتيت للتسوق لكي أشتري لباس منيجي للحفل. وبحسب إحصائيات موقع سوميرا، شاغلار ارطغرل الممثل الأكثر شعبية في 2019 وشخصية إيزاري الشخصية والأكبر شعبية في 2019. شاغلار ارطغرل بطل مسلسل العشق الفاخر الذي حظي بنسب مشاهدة عالية، ولقد كان شاغلار قد تمنى مؤخرا نيل جائزة الفراشة الذهبية، وذلك إثناء مصادفته الصحافة عندما كان يتسوق لشراء ما كان سيرتديه في الحفل. المخرج أولغون أوزديم، شاغلار ارطغرل حصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي رومانسي، وبورغو أوزبيرك أفضل ممثلة كوميدية رومانسية. يمكنكم قراءة المقال كاملا بالضغط على الرابط أسفل الفيديو. شكرا لكم.